طرحت اتحادية جزائرية لكرة القدم مناقصة وطنية لتمويل المنتخب الجزائري خلال المحافل الدولية المقبلة بعد نهاية عقود الممولين الحاليين. وكشفت مصادر موثوقة أن السلطات العمومية تسعى لفرض المتعامل الجزائري موبيليز من أجل الظفر بعقد تمويل الخضر، وترفض السلطات أن يتم استغلال النتائج الخضر في المحافل العالمية، خاصة أن الدولة قررت منح دعم كبير للمنتخب عن طريق موبيليز حتى ينجح في تحقيق الرهانات المقبلة بداية بكأس إفريقيا المزمع تنظيمها في المغرب. وكشف المدير العام لموبيليز سعد ضامة عن دخول المتعامل العمومي لهاتف النقال مناقصة تمويل منتخب الجزائر والاتحادية بعد انتهاء عقد الشركة الراعية حاليا نهاية السنة الجارية. وفي سياق المتصل كشف مصدر موثوق من داخل الاتحادية أن الرئيس روراو تواصل اتفاق مع الشركة الألمانية لصناعة الألبسة واللوازم الرياضية أديداس على تمويل الخضر بالألبسة الرياضية لمدة 4 سنوات بداية من السنة المقبلة، وذلك عقب نهاية العقد الذي يربط الاتحادية الجزائرية بالممول الحالي فيما في نهاية شهر ديسمبر المقبل. وينتظر أن يتم التوقيع على العقد بين روراو والمدير عام لشركة أديداس منتصف شهر أوت المقبل بألمانيا في حفل كبير، وبذلك ستشارك الجزائر في دورة كأس إفريقيا 2015 في حال تأهلها بألبسة من صنع شركة أديداس بعد انتهاء عقد بيما التي رافقت الخضر في موديالي جنوب إفريقيا والبرازيل.